أنا بتخيل نفسي يا أخوانا، وأرجو كل واحد منا يتخيل نفسه أن يوم القيامة رب العالمين إذا وقف العبد بين إيديه وقال له لك يا عبدي، ما الذي غرك بربك الكريم؟ أعطيتك النعم فجعلت منها حجابا بيني وبينك، أعطيتك دللتك، سخرت لك كل ما في الدنيا بدلا من أن تجعل منها أداة لمزيد قربك مني ولمزيد حبك لي، جعلت منها سببا لإعراضك عني، ما غرك بربك الكريم؟ هل تشوف الكلام الحلو؟ كأنه يسائلنا عاجلا قبل أن يسألنا الله آجلا، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما كان لازم بدل ما تلهيك النعم عني زيدك قرب مني؟ إنسان أعطاني هذه الكأس وأنا ظمآن، أنشغل بالكأس وجمالها أم أنشغل بالماء؟ صحيح الكأس هي وعاء الماء، الماء ما جاني إلا عن طريق الكأس. أنا إذا بدي أقعد بقى أطلع بها الكأس أديش جميلة، وأتلهى بها وبعمل قصيدة في بيان جمال هذه الكأس، ونسيت المية لك ونسيت أني أنا ظمآن لهذا الماء. هي قصة الإنسان الذي أرسل الله عز وجل إليه النعم الكثيرة فالتهى بالوعاء ونسي المضمون، ولكن الله كريم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيجعل الدنيا سبيل للقرب منه، لكن تم ألطاف الله متغلب. شوف ما غرك بربك الكريم، يقول بعض الصالحين كلمة الكريم في تلقين لحجة العبد لكي يقول للباري يوم القيامة يا ربي إن الذي غرني بك كرمك، عم يلقنه أن يعرف شو يحكي. ما غرك بربك الكريم الذي خلق، مبين يا ربي اللي غرني كرمك. لكننا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمه شكر آلائه، والحمد لله رب العالمين.